حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة والمواكبة لمجزرة جديدة يرتكبها الكيان والاحتلال الصهيوني بحق أهلنا في فلسطين. بعد أكثر من 9 أشهر وأكثر من 3276 مجزرة تقريبا خلال هذه الأشهر، بمعدل 13 مجزرة يوميا استشهد خلالها أكثر من 36 ألف شهيد، بينهم أكثر من 15 ألف طفل و10 آلاف امرأة، وتجاوز عدد المفقودين 7000 مفقود بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. وبالتأكيد النصيرات تضاف لهذه المجازر والشهداء والمفقودين. أمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها من دول الغرب من المعروف أنه هي داعمة للكيان بحربها اتجاه الشعب الفلسطيني، لكن الجديد بالموضوع أنه هذه المرة مو فقط دعم، هذه المرة قوات أمريكية وفرق متخصصة بتحرير الرهائن دخلت وشاركت بهذه المجزرة باستخدام الرصيف العائم الأمريكي، واللي هو المفروض موجود حتى يوفر المساعدات الإنسانية لأهالي غزة. وهذا يبين حقيقة وسبب إنشاء هذا الرصيف من قبل الإدارة الأمريكية، واللي ابتدأ تشغيله في 17 أيار الماضي بكلفة تجاوزت 320 مليون دولار. رحب بكم مرة ثانية، ورحب كذلك بضيوفنا الأكارم بالاستوديو، الأستاذ قاسم العبودي الباحث والمحلل السياسي، كذلك الأستاذ إبراهيم السراج الكاتب والصحفي، وينضم لنا عبر سكايب الدكتور أمجد شهاب الناشط والسياسي من القدس. حياكم الله ضيوف الأكارم، وأبتدي وياك أستاذ قاسم. مجزرة جديدة، أكثر من 274 شهيد، أكثر من 700 جريح، والمبرر اللي يأخذ الكيان هو تحرير 4 من الأسرى عند المقاومة الفلسطينية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولكادر قناة الأيام الفضائية ولضيوف الكرام. حقيقة يعني اليوم هنالك استراتيجية تقوم عليها السياسة الصهيونية داخل قطاع غزة والأراضي الفلسطينية بشكل عام. هذه الاستراتيجية تقوم على مرتكزين أو أساسين. الأول هو القضاء على حماس تماما، باعتبار أنه حماس اليوم تمثل تهديد وجودي للأمن القومي الصهيوني في الأراضي الفلسطينية. والمرتكز الآخر أنه يعني جل اهتمام الحكومة الصهيونية حاليا في هذه الفترة هو يعني عملية تحرير الرهائن من قبل القوات الصهيونية. بعد مرور هذه 8 أشهر لهذه اللحظة، يعني فشلت القوات الصهيونية بالتوغل داخل قطاع غزة، وأثبت طوفان الأقصى المبارك أنه كل الهجومات وكل الأجهزة الأمنية التي اشتركت في عملية الكشف عن الرهائن داخل قطاع غزة يعني ذهبت أدراج الرياح، وهذا يحسب حق المقاومة الإسلامية الباسلة داخل. اليوم أستاذ قاسم تجاوز الكيان هذه المرتكزات، يعني نعم. مسألة تحرير الأسرى مثل ما نعرف 8 أشهر 9 أشهر يلا قدر يحرر هالأربع أسرى، نعم. الماشي هو مجزرة وحرب إبادة، هو هذا المرسوم. يعني استراتيجية إسرائيل حاليا تقوم على حرق فلسطين، حرق كل ما له علاقة بالحياة، يعني نبات إنسان أي كان بغض النظر أي حياة داخل قطاع غزة معرضة اليوم للإبادة بشكل كبير وواضح، وهذا ما لمسناه من خلال المجازر المتتالية للقوات الصهيونية في الداخل الفلسطيني. هذا يؤشر مسألة خطيرة جدا، أنه اليوم توغل العدو الصهيوني كثيرا، وقد أوجعته الضربات للمحور المقاوم سواء كانت في من صنعاء أو في بغداد أو في جنوب لبناني وحتى في الداخل الفلسطيني الذي أبدع حقيقة الأخوة في حماس إبداعا كبير في عملية صد الهجومات وعملية الإطاحة بهيبة الجيش الذي لا يقهر والأسطوري والحديدي، كلها ذهبت أدراج الرياح باعتبار اليوم المقاوم الفلسطيني يرتكز إلى محور، وهذا المحور لأول مرة في تاريخ الصراع الفلسطيني الصهيوني أن تكون هنالك جهات ساندة وداعمة لهذا المحور في الداخل الفلسطيني. المعطيات تشير إلى أنه الانتصار بدأ يلوح واضحا في أفق السماء الفلسطينية، باعتبار أن هناك تراجع كبير اليوم للآلة الوحشية الصهيونية، ولولا دخول القوات الأمريكية على خط المواجهة مع الجانب الصهيوني لما كان هناك اليوم تحرير حتى لهؤلاء الأربعة. يعني عندما رفض الأخوة الفلسطينيين المرسى العائم في منطقة غزة كان انطلاقا من هذه الخطورة، يعني كانوا يعون أنه الموضوع في خطورة كبيرة وهنالك استدراج للفلسطينيين تحت عنوان المساعدات الإنسانية. وخير دليل هذه المجزرة، لأسأل الأستاذ إبراهيم عن التوقيت لمجزرة النصيرات. هسه من جهة نسمع أكو مفاوضات، أكو مباحثات، أكو جهات دولية تتدخل بهذه المفاوضات، ومرة نشوف الكيان لا ضرب كل هذه المفاوضات
بعرض الحائط وارتكب هذه المجزرة ومئات الشهداء والجرحى. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك ومتابعي قناتكم. يعني بالتأكيد أنه تحدثنا في هذا الموضوع أن هذه المفاوضات هي لا قيمة لها. لا قيمة لها. لا قيمة لها. يعني في اليوم الأول منذ الأسابيع الأولى لمعركة طوفان الأقصى في 27 الأول، الكل يراهن على قضية المفاوضات، ولكن المفاوضات هي كان يريد أولاً أنه نتنياهو لا يمكن أن يقبل بالشروط التي وضعتها لها الإدارة الفلسطينية أو المقاومة الفلسطينية حماس لأسباب كثيرة. أولاً أنه هذا القبول بالشروط هذا يعني استسلام، هذا يعني هزيمة نتنياهو، يعني هذا المشروع العسكري الأمريكي البريطاني الفرنسي الإسرائيلي يفشل. هذا هو هذا الآن لا يريد ذلك، لذلك أنه دخل في المفاوضات تارة برعاية مصرية، تارة برعاية قطرية، تارة برعاية سعودية، ولكن كان الهدف من هذا هو إطالة أمد المعركة. وبالفعل يعني هو لا يستطيع ذلك، لا يستطيع تحمل هزيمة، هزيمة سياسية كبيرة جدا لنتنياهو. أولا أيضا أنه المعركة ليس ببعدها الجغرافي فقط، يعني هو لم يخسرها ببعدها الجغرافي. لا. هنا أسأل هناك يحاول الكيان أنه يطول المعركة ما دام هو عنده خسارة. نعم. لأنه هذا مرتبط بتاريخ السياسي لليمين المتطرف في إسرائيل. هذا مرتبط بالمستقبل السياسي لهذا اليمين المتطرف الذي يقوده نتنياهو. هذا جانب. جانب الآخر أن الحرب ليست فيها في يعني قد البعض يبحث او يركز على الوضعيه العسكريه او الجانب الامني، لا، هو خسر المعركه في ابعادها الدبلوماسيه الاعلاميه القانونيه الحقوقيه الاقتصاديه. لاحظ ذلك دول شنو يحاول يحقق منها. هو يعني اولا يعتبر ان استمرار المعركه، يعني انت اليوم 9 أشهر من المعارك، يعني هو فشل في ان يحقق الوعود التي وعد بها المستوطنات، وهو اطلاق سراح الأسرى وتفكيك حماس ثم يذهب الى تفكيك بقيه محور المقاومه. هو فشل بذلك. ماذا يفعل؟ يراهن على اطاله امد المعركه حتى قد يحقق انجاز هذا المجزره يوم امس. طبعا هي المعركه ما قادتها اسرائيل، لا، قادتها الولايات المتحده، الجيش الامريكي والقواعد الامريكيه. لذلك وفرق متخصصه امريكيه راح اسال عن هذا الدور. نعم. انتقل قبلها الى دكتور امجد الشاب، راح ابنيك مره ثانيه دكتور امجد. تحياتي. حياك الله. جميع اهلا وسهلا بك. اسالك من موقع اقرب للمجزره، اخر تفاصيل مجزره النصيرات واخر ردود الافعال بخصوصها سواء في الداخل الفلسطيني او حتى على المستوى الدولي. ما فهم السؤال، ما واصل لك السؤال دكتور؟ لا ما فهم اي ردود. نعم، اسال عن اخر تفاصيل الواقعه والمجزره، مجزره النصيرات، واخر ردود الافعال سواء في الداخل الفلسطيني او حتى ردود الافعال الدوليه. نعم، بالداخل الفلسطيني، الداخل الفلسطيني انقسام، يعني لا يوجد هناك ردود فعل بمعنى الكلمه من الجهات الرسميه الفلسطينيه. نعم. وايضا ردود الافعال تقتصر على المستوى الاقليمي في خارج دول المحور، المقاومه دنات وعلى اصدار البيانات. لا يوجد هناك اي تحرك فعلي منذ 8 أشهر. نعم. بالتفكير فعلا باصدار او القيام بعقوبات سواء كانت دبلوماسيه او اقتصاديه او عسكريه. كل ما يتم هناك، يعني كل ما يتم على الصعيد المؤسسات الدولية والدول العربية والدول الإسلامية هو مجرد إصدار بيانات، ولا يوجد هناك أي تحرك فعلي بمعنى الكلمة للضغط على الولايات المتحدة. هناك أدوات سلمية كثيرة جدا من أجل وقف هذه المجازر وهذه الإبادة ضد الفلسطينيين، ولكن للأسف الشديد لا نسمع عن تنفع دكتور. تنفع هذه الأدوات السلمية اللي وصفتها، تنفع مع الكيان هذه الأدوات، خصوصا أن الكيان مستمر بهذه المجازر وحرب الإبادة بشكل يومي؟ إذا كان هناك عقوبات، نعم. إذا كان هناك عقوبات اقتصادية وقطع علاقات دبلوماسية، الدول التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الاحتلال لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. وإذا كان هناك تهديد بوقف بيع البترول، وقف بيع الغاز، وأيضا وقف شراء الأسلحة واستيراد المواد كسوق استهلاكي وسحب الأرصدة
من البنوك الأجنبية الغربية، وخاصة أننا نتحدث فقط عن 7 دول تدعم الاحتلال، 7 بنوك الأكثر صناعية في العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة. طبعا ستتوقف إسرائيل، هي جزء لا يتجزأ كما حكى كما تكلم قبل قليل ضيفكم، جزء لا يتجزأ من المنظومة الغربية. فإذا كان هناك ضغط على هذه المنظومة، أعتقد أن الحرب تتوقف خلال 24 ساعة وعلى أقصى تقدير 48 ساعة. ولكن هناك تقريبا 2 مليار بين عربي، نصف مليار عربي ومليار ونصف مسلم يتفرجون بالمباشر على هذه المجازر بدون أن يتحركوا. لذلك إسرائيل تستغل ما يتم وتستمر بمجازرها، لأنه لا يوجد هناك روادع بمعنى الكلمة لمنع هذا التصنيف الأخير دكتور للأمم المتحدة بوضع الكيان الصهيوني وإسرائيل بالقائمة السوداء، هذا راح يغير في شيء بالمعركة أو في سياسة الكيان؟ أعتقد هذه إجراءات رمزية لحفظ ماء الوجه ولحفظ سمعة الولايات الأمم المتحدة بصفتها أن الأمم المتحدة لم تستطع، عاجزة حتى الآن بوقف دولة مارقة تنتهك كل قوانينها. أعتقد أن سكرتير الأمم المتحدة في موقف محرج جدا، ويحاول تبرير عجز هذه المنظمة بإصدار بأن هذه دولة ترعى قتل الأطفال مثل ما وصفته، هو إجراء رمزي وشكلي. أرجع مرة ثانية، هناك إجراءات ممكن فعلها أفضل بكثير من هذا الإجراء، ولكن لا أحد يقوم بهذه الإجراءات. وعلى سبيل المثال ممكن إدراج تصويت، مشروع تصويت من أي دولة عربية ممكن أن تقدمه بطرد إسرائيل. راح أرجع لك بهذه النقطة، نقطة مهمة دكتور ما يخص الإجراءات. أرجع مرة ثانية للاستوديو أستاذ قاسم، تحرير 4 رهائن بالمقابل الإحصاءات تقول عندنا أكثر من 640 إلى 660 قتيل من الكيان الصهيوني وارتكاب هذه المجازر، هذا يعني انتصار للكيان الصهيوني مثل ما يصور نتنياهو؟ إطلاقا نهائيا، يعني لا يوجد هناك أي انتصار. كل ما هنالك أنه نتنياهو يحاول يوم الهروب إلى الأمام، يعني عملية إطارة أمد الحرب هو الغاية من عدها، أنه يبقى مستمر في السلطة، لأنه اليوم نتنياهو يعني حقيقة حشر في زاوية ضيقة جدا وليس لديه خيارات كثيرة. يعني هنالك اليوم تأليب ضده من الرأي العام الصهيوني في الداخل الفلسطيني الاحتلالي، هناك رفض شعبي لهذا الرجل وحكومته، هنالك اليوم إسقاطات كبيرة تحدث في الشارع الصهيوني بسبب هذه السياسة التي استخدمها نتنياهو بالتعاطي مع الحالة الحربية مع حماس. لذلك نقول لا يوجد أي انتصار، يعني هو وجود الرهائن لهذه اللحظة بعد 8 أشهر هو انتصار للقوى التحرر الفلسطينية وانتصار لمحور المقاومة. هذه الآلة الوحشية الصهيونية المتغطرسة والمتجبرة التي أوغت بدماء الفلسطينيين لهذه اللحظة عاجزة أن تجد أين أنفاق غزة، فهذا حقيقي يؤشر إلى مسألة مهمة جدا، أن الشعب الفلسطيني بدأ اليوم ينتصر على الجانب الصهيوني، وهذا ليس من باب عاطفي، هنالك معطيات على أرض الواقع، هناك إحصائيات، هناك أرقام، وهنالك مراقبين للشأن السياسي والعسكري والأمني العالمي تقول أنه المعركة شبه أن يعني حسمت من قبل الجانب الفلسطيني. بأي مجال انتصر الجانب الفلسطيني؟ في كل المجالات. أولا القضية الفلسطينية كانت عبارة عن نسيا منسيا، أعاد الأخوة في حماس القضية الفلسطينية مرة أخرى إلى الواجهة، وهذا بحد ذاته انتصار كبير. الأجيال التي حقيقة نشأت ما بعد احتلال فلسطين من قبل الجانب الصهيوني لا تعي خطورة الاحتلال الصهيوني ولا تعرف شيء اسمه فلسطين، لكنه الأبطال بسواعدهم وبقتالهم مع الجانب الصهيوني أعادوا للذاكرة وللأذهان مرة أخرى بلد اسمه فلسطين. اليوم هنالك طبعا أنا أختلف مع الدكتور في مسألة أنه 1.5 أو 2 مليار يتفرجون، حقيقة نتفرج بحزن كبير وألم كبير، لأن هنالك خط فاصل ما بين القوى الشعبية وبين الحكومات، الحكومات هي المتخاذلة وهي المنبطحة أمام التجبر الأمريكي وخصوصا يعني الحكومات العربية، لكن الشعوب العربية على العكس من ذلك، نرى هناك فوران، هنالك هيجان، هناك عدم يعني عدم قناعة بالسلوك بس الحكومي. نتفق بمسألة أستاذ قاسم، نحتاج موقف أقوى، نحتاج موقف أقوى من الكل، الجماهير لا زالت تنزل الساحات بشكل يومي. يعني عندنا اليمن على سبيل المثال مثلا كل يوم جمعة تنزل أكثر من 2 أو 3 مليون
يعني متظاهر بمظاهرات مليونية، هذا يؤشر أنه الشعوب الإسلامية والعربية حية بالتعاطي مع القضية الفلسطينية، لكن الحكومات المنبطحة هي الكارثة الكبيرة التي جرت. هذه المظاهرات انتقلت حتى في داخل الكيان، يعني مخرجنا إذا تعطينا صورة التظاهرات سواء في الكيان الصهيوني أو حتى قرب البيت الأبيض بأميركا، هذه المظاهرات شنو دلالاتها وتأثيرها اليوم على الكيان وحتى على داعمي؟ يعني هذا طبعا هذا تأثير الرأي العام، يعني الرأي أولا نشوف أن الثورة أو خلينا نسميها انتفاضة الأقصى، طوفان الأقصى، أنه نجح في شق إعلامي كبير جدا، أنه استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتبريز الإجرام الأمريكي الصهيوني. هو طبعا من الخطأ أن نقول أنه هذا جرائم الاحتلال الصهيوني، لا، جرائم الاحتلال الصهيوني والجانب الأمريكي، بس دعم اللي يخلوه مبرر يعني. لا، حتى هسه بهذه المجزرة يقول لك احنا اللي لا هو يحاول عارف. هو يحاول ولا قبلها استهداف المستشفى، هو يحاول هو ان يعطيك هذا المبرر. يعني احنا هسه رجعت لنا الولايات المتحدة، طلعت في 2011 طلعت الولايات المتحدة، شنو المبرر؟ لازم تعطيك حجة حتى تقنع ان الرأي العام انه اجوا، وهي اساسا مقنعة هذه الحجة ولا لا؟ مو مقنعة. شوف انت طبعا بالمناسبة استاذ عباس، يعني الرأي العام الأوروبي والأمريكي صعب تغيره، مو مثل العرب يعني حقيقة، هالشيء كاب صراحة صعب تغيره. هذا يحتاج إلى وسائل إقناع قوية جدا. الناشطين الفلسطينيين والثوار الفلسطينيين قدروا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي رغم الحظر الموجود أن يبرزوا الإجرام الصهيوني الأمريكي، قتلت الأطفال، قتلت النساء، يستهدف المستشفيات، المجمعات الطبيه، يستهدف ما يستهدف. يعني لاحظ انت حتى انه هذا ايش قد غير من قناعات الدوليه تجاه الكيان. لاحظ جامعه كولومبيا، جامعه عريقه تتظاهر لنصره القضيه الفلسطينيه، جامعات اخرى تتظاهر، جامعات رصينه مو مثل بعض جامعات دقورقص، مشكله جامعه عربيه دقورقص، لاحظ ذلك. اذا هذه قناعه الاوروبي والامريكي ما تغيره، هذا نصر كبير للقضيه الفلسطينيه. اليوم عندما يظهرون امام البيت الابيض وعندما يظهرون داخل الكيان الصهيوني، هذا مشكله كبيره جدا، انه هذا الضغط الشعبي الكبير الذي تراهن عليه المحور المقاومه. لذلك انت ترى انت ماذا فعل هذا التحرك الكبير وهذا النشاط لهذه الجماعات؟ حقيقة أثر على الرأي العام. دول أمريكا الجنوبية الآن البعض منها منعت بيع المواد وبضائع إلى إسرائيل، لاحظت؟ بينما دول عربية عندما هاجمت الجمهورية الإسلامية في للانتقام من استهداف القنصلية، صاروا قول شو اسمه مدافعين، نعم. وقفوا وسقطوا طيارات إيرانية مسيرة حتى ما توصل تل أبيب، لاحظ؟ إذا هذه الحكومة العربية أكو تناقض بالمواقف طبعاً. المشكلة شوف تلاحظ أستاذ عباس، الدول العربية ثلث موازنتها لشراء أسلحة، زين هاي الأسلحة ما تستخدمها ضد شعوبها لاحظ الجيش الفلاني أول جيش على منهم حارب؟ ما محارب، هي أساساً ضد شعوبها. لا دليل على اللي تقوله، نعم. بعض الدول الخليجية والعربية حتى مظاهرات ما تقدر يعني الناس تطلع تتظاهر باتجاه في السعودية في بيت في مكة، امرأة تدعو إلى غزة احتقلوها. يعني عفوا بس بالداخل فقط استاذ الكريم، نعم. يعني استاذ عماد مسافر، نعم. ما الذي جعل السلطات السعوديه تعتقله يوم وامس؟ نعم. لانه دعا الى نصره فلسطين والى الحج الشعبي، فهل، نعم. الدعاء يصل هكذا مرحله؟ هم يخافون حتى من الدعاء. هذه المنظومه المطبعين وشبه المطبعين، ترى اشباه المطبعين هم اسوء من المطبعين. هذا جزء من الدعم للكيان، هذا جزء هم دعاه، نعم. يعني انت اليوم لاحظت عندما اليمن أنصار الله يستهدفون البحر الأحمر، ماذا ذهبت؟ ذهبت السفن إلى 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 الإمارات وتفرغ بضائعها إلى إسرائيل. اليوم اليمن والأبطال في اليمن استهدفوا مدمرة بريطانية والسفينة مرتبطة بالاحتلال اليوم. هذا اليوم كرد على مجزرة. هذا لا يروح للسعودية شو يسوونه؟ صرخ وصلخ. ما راح يخلوه خلينا ما يخلوا اصلا ما يخلوا ايش زين. دكتور امجد، اريد تفسير للخطاب الشجاع من قبل ابو عبيده لما قال انه اكو رهائن تحرروا وبنفس الوقت انقتل صهاينه بسبب الضربه، هذا شنو تاثيره اليوم على الكيان الصهيوني؟
نعم أعتقد العملية التي قاموا فيها وهذا الإجرام ومستوى الإجرام والأعداد الهائلة التي سقطت من المدنيين والأطفال والنساء من جرحى وشهداء، أعتقد هو انتصار بحد عينه للمقاومة الفلسطينية وخاصة لكتائب عز الدين القسام. عندما نرى الحالة النفسية والصحية والجسدية للأسرى لدى المقاومة، وعندما نرى ما يقوم به الاحتلال من أسرى من تعذيب للأسرى الفلسطينيين، كيف يفقدون تقريبا ثلث وزنهم وأيضا يخرجون في حالة نفسية صعبة جدا وأيضا في حالة صحية صعبة، أعتقد هو انتصار أخلاقي بالدرجة الأولى، وأيضا يعني الأخلاق الإسلامية لا تسمح للمقاومة بتصفية الأسرى لديها رغم كل هذه المجازر. لم يقم ما يسمى بمجموعة الظل التي تحمي الأسرى، لم ممكن أن تقوم بتصفية الأسرى ولكنها لم تقم فعل ذلك، وهذا هو انتصار للعقيدة الإسلامية والأخلاق الفلسطينية والإسلامية على هؤلاء الذين يدعون الحضارة ويدعون أن لديهم جيش هو الأكثر أخلاقية في العالم. هذا سبب مشكلة أساسية. هناك صح مذيعة على قناة 13 الصهيونية عندما أعطت ملاحظة بأن الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في وضع صحي ووضع نفسي وجسدي ممتاز قاموا بإقالتها مباشرة. أعتقد أن صراع أخلاقي أكثر ما يكون من صراع أساساً هذا الملف. نعم. يعني هذا الموضوع بالتحديد منو يتسبب بإرباكه كل مرة وتفشل المفاوضات؟ احنا مثل ما نعرف عندنا آلاف الأسرى الفلسطينيين عند الكيان الصهيوني، وبالمقابل خلال طوفان الأقصى المقاومة الفلسطينية عندها أسرى من جيش الكيان، فبالتالي منو يتسبب بهذا الإيقاف للمفاوضات وأن المفاوضات ما تحقق أهدافها؟ نعم بشرح لك الموضوع بسهل جدا. في أكتوبر كتب نتنياهو خطته الشاملة قبل تشكيل الانتخابات التي جرت في شهر 11 من عام 2022. كتب كتاب، هذا الكتاب بيبي باي هيستوري، هو يلقبونه بالاسم الثاني بيبي باي هيستوري قصتي. هو يعني يحاول تشبيه نفسه بكتاب كفاح هتلر، وضع خطة وبرنامج هو يقوم بتنفيذه. ضمن الخطة والبرنامج الذي وضعه لقطاع غزة هو تهجير سكان قطاع غزة وضم أراضي قطاع غزة، التخلص من السكان. طبعا ما يقوم به حاليا ليس كما يتم تفسيره بأنه صراع مع حركة حماس وأيضا يريد فقط تحرير الأسرى لدى حركة حماس. الهدف الاستراتيجي الأكبر هو تهجير السكان وتدمير مقومات الحياة وجعل قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة، سيضطر في النهاية معظم سكانها لتركها، وسيعود الجيش الاحتلال الإسرائيلي مباشرة باعتبارها أنها أراضي إسرائيلية. أنا بعطيك مثال بسيط، الخارطة التي يرسمها في كتابه، لا يوجد فلسطين، لا يوجد وجود للشعب الفلسطيني في هذه الخارطة. يعني وفق هذه الخريطة دكتور، هي تدمير كل أراضي غزة وكل المناطق اللي يتواجد بها النازحين. نعم لما أسمع السؤال. وفق هذه الخريطة وفق هذه الوثيقة اللي عرضتها والكتاب أو البرنامج اللي وصفتها لنتنياهو، تدمير كل أراضي غزة وتدمير كل النازحين بالمخيمات؟ نعم، طرد غزة والضفة الغربية. هناك أطماع في الدول العربية. هو يتحدث عن إدارة الشرق الأوسط، إدارة إسرائيلية على المجال السياسي والاقتصادي والعسكري. وأيضا إذا نظرنا بشكل بسيط جدا، طيب، علم إسرائيل هو بين الفرات وبين النيل، يعني تقريبا معظم أراضي العراق ستكون ضمن الأراضي الدولة الصهيونية، وسيبقى فقط شمال العراق ستتحول إلى دولة كردية حسب الاتفاقيات التي يقومون بها، وسيكون هناك جزء كبير جدا من سيناء والأراضي المصرية ستنضم أيضا لأراضي الدولة المملكة التي سيحكمون العالم من خلالها، وأيضا من خلال
العاصمة القدس المحتلة. واضح واضح دكتور. بالتالي استاذ قاسم هذا المخطط، اكو برنامج عند نتنياهو، اكو برنامج عند حكومة الكيان الصهيوني، وآلة الحرب والدمار تشتغل وفق هذا البرنامج. نعم. شنو اليوم اللي يوقف هذه الآلة؟ يعني حقيقة هذه عبارة عن أحلام صهيونية لا زالت يعني في مخيلتهم المريضة، يعني حدودهم من النيل الفرات، يعني هذا يعني حلم الصهاينة على مر التاريخ، باعتبار أنه هنالك مؤسسات إسرائيلية تعمل على إقامة هذا المشروع الكبير. لكن هذا في حال أنه الشعوب نائمة. اليوم لدينا شعب مستيقظ، يعني لدينا محور مقاومة يبتدئ من صنعاء مرورا بطهران وبغداد ودمشق وفلسطين وانتهان بالجنوب اللبناني. هذا المحور اليوم يعني حقيقة وضع بصمة واضحة. في نفس الوقت عندنا شعب يباد. نعم. في نفس الوقت عندنا حبيبي مجازة. المعركة لازم فيها تضحيات، لا يمكن أن تكون هناك معركة أو مشروع لتحرير أرض ما لم تكن هناك يعني تضحيات. يعني ما تتوقع مثل الأخوة في حماس لم يتوقعوا أن يكون هناك إبادة، لم يتوقع هناك خسائر بالأرواح، لم يتوقع هنالك مثلاً تحطيم البنى التحتية. هم أقرب للإسرائيلي من أي شعب آخر، لذلك هم عندما باشروا بطوفان الأقصى المبارك وسطروا هذه الملحمة الخالدة اليوم حسبوا الكبيرة والصغيرة في هذا الصراع. لذلك أقول أنه الشعوب من منطقة، يعني اليوم هناك نظام عالمي جديد، هنالك يعني هذا النظام العالمي الجديد سوف يكون هنالك مكان واضح للمحور المقاومة في هذا النظام العالمي الجديد، وخصوصا بعد أن يعني بدأ يتراجع موضوع القطبية الواحدة وانحسار الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا على وجه التحديد. لذلك المحور اليوم في أتم جهوزية، وهو اليوم يقول كلمة الفصل. يعني اليوم يعني سمعنا الخبر السعيد جدا باستهداف المدمرة البريطانية من قبل أخوة أنصار الله في اليمن. هنالك يوم أمس كان استهداف لمحطات توليد الكهرباء من قبل المقاومة الإسلامية العراقية. قبلها كان هنالك إشعال لمنطقة الجليل الأعلى وكرياش مونة. المهم البارحة تم استهدافه في الكيان الصهيوني من قبل كتائب أو حزب الله اللبناني. حزب يعني أحرق الشمال الفلسطيني حقيقة، يعني على رأس ساكنين الصهاينة، علم أنه بنك الأهداف للمحور المقاوم كله عبارة عن ثكنات ومناطق عسكرية، لكنه بنك الأهداف الإرهابي الصهيوني يستهدف دائما العوائل، المخيمات، المستشفيات. فحقيقة هذا الصراع يعني هو اللي يعني يطرح يجعلنا نطرح هذا السؤال: هل بإمكان إسرائيل أن تحقق الحلم من النيل الفرات في ظل المعطيات الحالية والتنامي الكبير لقدرات المحور المقاوم؟ أعتقد هذه يعني الأحلام سوف تكون حبيسة في رؤوس من يتخيل. إيش قد قدر الكيان يحقق من هذه الأحلام أو من هذه المخططات اللي أشار لها دكتور؟ لهذه اللحظة لم يصل إلى 1%، بل أجزاء من 1% لم يصل في مشروعه إلى التحقيق. يعني كان يعتقد أنه أرض طابة وسيناء أراضي تابعة للحكومة الصهيونية، لكنه بطريقة أخرى تم التنازل عنها. جولان محتلة من قبل الجانب الصهيوني. اليوم ويوم أمس وقبلها وغدا إن شاء الله سوف يكون كلمة للمحور المقاوم في هذه المدينة، وسوف تعود إلى سوريا مرة أخرى. فلسطين يعني باتجاه النصر وباتجاه التحرير، الدور الصهيوني في فلسطين باتجاه الاضمحلال. وأعتقد أنه المعركة شبه محسومة برغم الضحايا وبرغم المجازر الكبيرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأبي. طيب وصل أستاذ إبراهيم الكيان لهذه النقطة اللي أشار لها أستاذ قاسم، وصل لمرحلة العجز، لذلك اتبع هذه الأساليب، يعني حتى مجزرة النصيرات، استخدام شاحنة لنقل المواد الإنسانية اللي يحتاجها أهالي غزة، واستخدامها لارتكاب هذه المجزرة في داخل المستوطنات وأماكن النازحين. يعني هاي ليست جديدة عليهم، يعني هو استخدام المنظمات الإغاثة وأدوات الإغاثة ليست جديدة عليهم. يعني هم يشوف في بداية المعركة أيضا، يعني عندما كانوا يوهمون الناس انه هناك مساعدات، تجتمع الناس يضربون صاروخ، فهي مو جديده عليهم. على حتى هذه المنطقه حتى الناس انه هي منطقه عامه، حتى وان كان يعني انت لا تنسى انه الامريكان استهدفوا اربع اشخاص من يعملون في منظمه الاغاثه. هسه ما نعرف هاي منظمه الاغاثه حقيقيه متستره، مخابرات، جيش اسرائيلي، المسمى اغاثه، ولكن المسمى اغاثه لانه هذا منفذ واسع بصراحه. يعني هاي جماعه الاغاثه وهذه الانسانيه، الجانب الانساني، باب مفتوح كبير، وكلها تتكلم أبو المخابرات، أبو الجيش وما شابه ذلك، فرق الاستطلاع، المعلومات وما شابه ذلك. لذلك هذا عنوان كبير جدا، ولكن هذه هي سياسة الصهاينة. يعني هم يعني شنو الصهاينة؟ قبل الملائكة؟ لا أبدا، يعني هم مبنيين على الإجرام، وهذا تاريخهم يشهد لهم الإجرام. لاحظت المجازر، حتى كنت أناقض بالموضوع، يعني من جهة يطالبون من المقاومة الفلسطينية
انه لا تتواجدون قرب المستشفيات، لا تتواجدون قرب الاماكن السكنيه. لانه هذا اولا انه قناعات الناس الان سواء في دول المنطقه او دول اوروبا وامريكا، قناعات الناس اختلفت. يعني الان يوم الجميع ينظر الى كيان صهيوني كيان غاصب. لاحظ الان عشرات المشاهير في العالم الان يتحدثون وبكل شجاعه انه هذا كيان زائد، وان هذا الكيان الان بدا يرتكب منذ 27 اول جرائم عباده جماعيه ضده. من الشريك ماله؟ شريك الولايات المتحده. بالتالي هذه المجزره تضاف لسلسله المجازر المستمره. شوف يعني من الخطا جدا الخطا الكبير ان نفصل الولايات المتحده عن تلك الجرائم. الولايات المتحده شريك اساسي لاحظ انت الان الوضع الاقتصادي للكيان الصهيوني وضع محرج جدا. حرب اقتصاديه لذلك هو الدعم المستمر من الجانب الامريكي. بعض الموانع عطلت خرجت عن الخدمه. من الذي المساعدات الامريكيه اللي تبعثها؟ راح اناقش هذا الدور بعد ما نتابع قصه مجزره النصيرات من خلال هذا التقرير وبعدها نرجع. بشاحنة تستخدم لنقل المساعدات الإنسانية وسيارة مدنية، هكذا بدأت قصة مجزرة النصيرات. بعد 9 أشهر من الحرب والمجازر بحق الشعب الفلسطيني، حشد خلالها الكيان الصهيوني كل قدراته العسكرية والاستخباراتية وكذلك كل الدعم الغربي الأمريكي على وجه الخصوص، بحثاً عن أسراه الذين أسرتهم المقاومة الفلسطينية خلال هجومها الكبير والمفاجئ في 27 أول العام الماضي بمعركة طوفان الأقصى. تمكن الاحتلال بعد كل هذه المدة من تخليص 4 أسرى فقط غير عسكريين في عملية اقتحام رافقها قصف مدفعي وجوي عنيف أسفر عن استشهاد أكثر من 270 شهيد ومئات الجرحى جلهم من النساء والأطفال. العملية التي أطلق عليها الاحتلال اسم عملية أرنون، وأرنون زامورا قائد القوة التي شاركت في العملية وقتل خلالها، فيما وصفها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالبطولية، وباركها الرئيس الأمريكي جو بايدن متجاهلاً المجزرة التي نفذها الاحتلال وأرواح الشهداء الذين ارتقوا بفعل القصف الصهيوني. أما الرد المقاوم الفلسطيني فكان على لسان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، قال إن الاحتلال أقدم على جريمة حرب بهجومه على سوق شعبية في وسط النصيرات، وإن قواته أقدمت على قتل أسرى آخرين خلال عملية تخليص المأسورين 4، ما يشكل ضربة قوية للانتصار الذي يدعيه نتنياهو وفريق حربه المأزوم. رحب بكم مرة ثانية. أرجع لك أستاذ قاسم، إذا نفسر تفاصيل المشاركة الأميركية والدور الأميركي بهذه المجزرة، منين يبتدي وين ينتهي؟ حقيقة طبعاً يعني ربما غائب عن يعني أذهان البعض أنه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أيضاً معها كانت حاضرة منذ اليوم الأول لطوفان الأقصى، بمعنى أنه البوارج الأوروبية والغربية التي حاصرت قطاع غزة في البحر المتوسط كانت حاضرة. لذلك لا يمكن فصل دور الولايات المتحدة الأمريكية عن دور الكيان الصهيوني في عملية إبادة الشعب الفلسطيني، فكان موجود، لكنه يوم أمس يعني تجلى ذلك واضحا. يعني الرصيف العامل اللي يعني كما يقال باللهجة العراقية الدارجة حرقوا الجو حتى يسوون هذا الرصيف من أجل استخدام بهذه الطريقة، صرفوا كثير من الأموال وأعطوا ضحايا طبعا 20 مليون دولار تقريبا. أحسنت. الميزانية المخصصة لهذا الرصيف. نعم. فضل عن ذلك قتلى من الجانب الصهيوني كثير كبير جدا، يعني هنالك جنرال ضابط الجنرال بالجيش الصهيوني أيضا قتل يوم أمس في هذه العملية، بمعنى أنه هنالك تخطيط أمريكي
واستخدام لأجهزة فائقة التطور، يعني تبحث عن ذبذبة الصوت للأسرى عن طريق أجهزة معينة. هذا يؤشر عجز الكيان لو أمريكا تريد اليوم توسع إطار المعركة وتدخل بهذا التدخل المباشر والواضح. العجز الصهيوني واضح جدا باعتبار أنه منتشر داخل قطاع غزة، مو منطقة كبيرة، منطقة يعني صغيرة جدا. لم يتوغل الجيش الصهيوني في هذا القطاع بمسافة 4 إلى 5 كيلو على مدى 8 أشهر كاملة، يعني هم 8 أشهر كاملة حرروا 4 رهائن، حتى يحررون الرهائن الباقي رادوا لهم يعني 70 إلى 90 سنة حتى يحررون باقي الرهائن بهذه الروحية. نعتقد أنه الحضور الأمريكي ضاغط وداعم أيضا، يعني ضاغط على الداخل الأمريكي باعتبار أنه صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية هم من اليهود وداعمين كبيرين جدا إلى حكومة نتنياهو ويمينه المتطرفة. بالمقابل أستاذ إبراهيم، كل ما تفضل بي أستاذ قاسم، جانب الأمريكي نفى هذه الرواية، قال أنه إحنا ما استخدمنا هذا الرصيف لهذه العملية، الرصيف مستمر باستخدام وباستقبال المساعدات الإنسانية وإيصالها، وحتى المشهد اللي طلع عن الطيارة نزل الجنود، هذولا مو جنودنا. طبعا يعني هم هذه السياسه الامريكيه، السياسه الاوروبيه مبنيه على كاذيب وخداع الشعوب وتضليل الشعوب، وبالتالي نعتقد انه هذا متوقع انه هذا الروايه الامريكيه، لكن انه المعركه منذ اليوم الاول مشاركه للجيش الامريكي بين القواعد الامريكيه الموجوده في المنطقه هي المساهمه، الاقمار الصناعيه، الطائرات المسيره، كل هذا لولا الدعم. زين احنا ما نعرف الدعم هذا، لكن اذهب الى الان، خلينا نذهب الان الى ماذا خصص الكونغرس الامريكي من اموال الى نتنياهو. هذا الدعم المباشر، هذا دعم مباشر، هذا امام الملأ، هذا المليارات الدولارات خصصت الى هؤلاء كدعم اوكرانيا. نعم بالضبط، يعني بالضبط. وبالتالي هذا الدعم، لولا الدعم، لولا هذا الدعم الامريكي لا تتغيرت الصوره 80% تغيرت، لانه الاقتصاد الاسرائيلي ضعضع وبدا يتاكل نوعا ما، لانه لا تحط عندك موانئ معطله، عندك ايضا الصناعات الالكترونيه المستثمرين وتوقفت هذه الصناعات، وبالتالي ايراداتنا لا تاتي لك يا نصيحه. واعتقد هذا هو اللي فجر التظاهرات بالداخل الامريكي. بالضبط، يعني بالضبط، يعني لانه هذا يقول لك ليس من باب مالي بقدر ما هو انه عمليه مشاهده الاجرام الامريكي الصهيوني. بشاعه المجال، بشاعه جانب الانسان، يعني لاحظ انت اعداد الاطفال الذي قتلوا، ماذا قتلوا؟ لولا الاداره الامريكيه لما يقتل هؤلاء الاطفال، لولا الاداره البريطانيه الخبيثه وهي والمانيا وفرنسا ودول اخرى لما قتل هؤلاء الاطفال. لذلك هذا القتل هو الان ماذا يتم؟ يعني تلاحظ الان هذا الاسلحه الان التي تصل للكيان الصهيوني تصل عبر موانئ عربيه، عبر موانئ عربيه، عبر الامارات والسعوديه تصل لهم ومصر. والا انت ماذا فعلت مثلا الجيش المصري؟ ماذا فعل يعني؟ ماذا فعل يعني اصلا؟ أصلاً يمنع وصول المساعدات إلى يقمع برا مجزرة رفح. نعم، قتل واحد من الجنود المصريين. نعم، وما شفنا أساساً ما شفنا وحتى التشيع لهذا الشهيد المصري ما صار تشيع رسمي أصلاً. الجيش المصري ضم راسه بالرمال، الجيش المصري كان يعول عليه ضم راسه بالرمال، لأن هذا الدول حكومات مقبعة، دور الحكومات، وبالتالي نعم يعني قتلوا واحتذروا واحتذروا. هذا التناقض بالادوار. كيف انت موازنه يعني في بلد يعيش وضع اقتصادي سيء جدا مثل مصر، نصف ثلث الموازنه يستورد بها اسلحه؟ طبعا لا ضرب لك طلقه على اسرائيل، لمن تستورد الاسلحه؟ مو لمن تستورد هذه الاسلحه؟ للشعب. لقمع الشعوب، مو بس مصر، الدول العربيه وايد عندنا من الدول، بس مصر باعتبارها الاقرب والملف الوحيد والشريك، ولكن الالم هو اللي يمر عن طريق مصر. استاذ قاسم، ترحيب امريكي بهذه المجزره، بايدن يبارك نجاح هذه العمليه بتحرير 4 أسرى، وكانما الشهداء والجرحى الفلسطينيين ما موجودين بالمعادله. حقيقه هو يعد معادله الامريكان اطلاقا نهائيا، يعني بايدن اعتبر الموضوع موضوع انتصار امريكي على الشعب الفلسطيني، يعني لاول مره هسه احنا تكذيب الخبر وقالوا دول مو جنودنا، هذا يعني احنا نعرف هاي المساله. هاي سياسه امريكا الاختباء خلف الاخر وسياسه التعتيم والتشويش، هذه يعني ديدن السياسات المتعاقبه لرؤساء الامريكان.
فخلي شي يقولون خلي يقولون، لكن يوم امس كان هناك حضور امريكي عسكري واضح جدا، بل هنالك بصمه لولا الامريكان لما حرضوا الاربعه. هذا الترحيب هو اعلان مشاركه. احسنت. الترحيب الذي يعني طلع كبريات الصحف الامريكيه ترحب بهذا الانتصار الكبير انه حققوا تحرير أربع رهائن، لكنه ابناء فلسطين اطفال والنساء والشباب المجزرين في الشوارع تحت مسميات متعددة حقيقة مو حسابات. يعني هو هذا الإجرام الصهيوني، يعني أنت لاحظ إن من 48 الإجرام يعني في مجزرة دير ياسين ومجازر أخرى صبرا وشاتلة وغيرها، مئات المجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني. نعم. ولكن ماذا ارتكبت؟ ارتكبت بسلاح أمريكي بريطاني. لاحظ ذلك، يعني وبرعاية أمريكية بريطانية. لو يتوقف الدعم الأمريكي الغربي لإسرائيل ما تقاوم داخل فلسطين شهر واحد متقاوم. لأن حقيقة اليوم المحور المقاوم المبارك يعني حقيقة أثبت فاعلية كبيرة وأثبت أنه قادر على الوصول في الداخل الاحتلال الفلسطيني. بالتالي اليوم المحور ما يواجه فقط الكيان، لا لا، المحور يواجه أمريكا، يواجه بريطانيا، يواجه حتى فرنسا، بل حتى الحكومات المطبعة، الدول المسلمة ودول الجوار، دول المطبعة التي يعني مع ذلك هنالك بصمة واضحة لهذا المحور، وهنالك اليوم مساحة قد استحوذ عليها المحور المقاوم بدعم القضية الفلسطينية. ولولا وجود المحور وهذه يعني حقيقة الدعم الكبير وهذا الإسناد الكبير لما كان هنالك يعني إنجاز يحسب للأخوة في كتاب عز الدين قسام أو الأخوة في منظمة حماس. أستاذ إبراهيم، شنو سر هذا الدعم؟ أمريكا شنو اللي تريده من هذا الحرب؟ يعني أمريكا داعمة للكيان، هذا شيء واضح، ومشاركتها المباشرة بالمجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني شيء واضح. شنو اللي تحاول أن تحصل على أمريكا من هذا الدعم؟ أستاذ عباس، أولا اللوب الصهيوني الموجود الآن في أمريكا هو الذي يقرر، يعني الآن المواطن الأمريكي الآن تأخذ أمواله، أموال دافع الضرائب، وتعطى إلى هذا الكيان اللقيط. هذا طبعا مو قضية إنه فلسفة النظام الأمريكي هو مبني على هذا، لا، هذا هناك لوبي، هذا اللوبي الصهيوني موجود هو الذي يدفع بذلك، بدليل إنه حتى في ترشيح انتخابات هو يتحكم هذا اللوبي. لاحظ في فترة بايدن، عفوا ترامب، أصدر الكونغرس الأمريكي بيان قرار قانون حماية التفوق الإسرائيلي. هذا شو القانون؟ التفوق، حماية التفوق الإسرائيلي. هذا القانون يمنع، يعني يمنع بموجبه السلطات الأمريكية بيع أي أسلحة إلى دول منطقة الشرق الأوسط إذا كانت هذه الأسلحة أعلى من التفوق الموجود لدى الجيش الإسرائيلي. يعني اليوم مثل الطائرات التي عند إسرائيل يجب أن تكون أكثر كفاءة وقدرة قتالية ومناورة من الطائرات الموجودة لدى السعودية ولدى مصر ولدى العراق. نعم، يعني تصور أنه هذا الآن أصبح تل أبيب الباب العالي، يعني اليوم حتى العرب يشترون سلاح يروحون تل أبيب يقولون حشونا ويا الأمريكان يعطونا هاي السلاح فلان شيء. لاحظ ذلك، ويجب أن تكون الأسلحة بيد إسرائيل أعلى من ذلك. حتى الطائرات الأمريكية التي تباع، الطائرات والصواريخ الفلسطينية تباع وفق المزاج الأمريكي الإسرائيلي، مو صفقة خلاص فلان. لاحظ ذلك، حتى الطائرات المسيرة لا يجب أن تكون هذه الطائرات تصل إلى تل أبيب أو إلى السلطنة الصهيونية، لا يجب أن تصل الصواريخ الفلسطينية والطائرات المقاتلة إلى تل أبيب، لا، ما تصل، هذه ما ممكن توصلها، لأنه حتى في العقود التي العقود ثم أنه يلزم الدولة المشترية أن تكون أن تحترم هذا أو تلتزم بهذا البند. بعدين يعني هذه الأسلحة هي مصممة إلكترونيا بحيث أنه إذا الطائرة تروح تقصف تل أبيب ما تقذف أي، باعتبار الأنظمة الإلكترونية. نعم بالضبط بالضبط. بس على الرغم من كل هذه نرجع على سؤالك، يعني موضوع القبة الحديدية والذهبية، لا هو هذا شفنا وضع الكيان بطوفان الأقصى ومستمر إلى اليوم. يعني احنا هذا بحث آخر، ولكن هذا الدعم الأمريكي الكبير هذا ما يأتي لولا هناك اكو لوبي وأثر شركات السلاح، الإعلام، الاقتصاد، البنوك، هذه القطاعات المهمة في أمريكا. بعدين أمريكا دولة شركات، دولة شركات يعني صراحة، وبالتالي هذا التأثير، هذه الشركات كلها تطمع اللوبي الصهيوني الموجود الآن في أمريكا، وهي اللي تحرك القرار حتى داخل الكونغرس عندما يتم إصدار قرار. وإلا في زمن ترامب كيف صدروا هذا القانون؟ طبعا كثير من الدول العربية ما حد
يمر على القانون هذا ما يعرف شنو القانون هذا، شنو حمايه التفوق الاسرائيلي؟ ما مهتم اغلب الدول العربيه هي ما راح تحارب، هي ما راح تحارب اسرائيل، هم الجميع يعرف ذلك. طيب استاذ قاسم، زياره يعني منتظره الاثنين المقبل ان شاء الله لوزير الخارجيه الامريكي بلينكن لمصر واسرائيل والاردن وقطر. اكو فد مخرجات مهمه ننتظرها من هذه الزياره؟ نعم، اولا طبعا هنالك اليوم كلام يدار او نسمع كلام يدار في الغرف المغلقه انه ربما الحرب تضع اوزارها في غزه، يعني ربما تكون هناك مبادرات. هذه المبادرات طبعا وفق المزاج الصهيوني والامريكي. فعمليه مجيء بلينكن الى المنطقه هي لتحشيد رؤساء هذه الدول من اجل الضغط على حماس بقبول هذه المفاوضات او قبول هذا الوقف لاطلاق النار، لانه لم يرأس يعني خيارات توقفت امام الجانب الصهيوني الامريكي، يعني خيارات بسيطه جدا. اليوم الفلسطيني يقول لا، ويقول لا وهو متفوق في الساحه العسكريه رغم الضحايا الذي يدفعون الشعب الفلسطيني في عمليه الرفض هذه. يعني حتى الدول، يعني شنو ننتظر من مصر كحكومه في مفاوضات مع الخارجيه الامريكيه؟ شنو ننتظر من الاردن وشنو ننتظر من قطر هي مساله الحرب؟ استاذ عباس، يعني مصر والاردن لهذه اللحظه تاخذ مساعدات سنويه بقيمه 120 مليون دولار سنويا من الولايات المتحده الامريكيه، والمساعدات على شكل موهبات ماليه بل على شكل مساعدات عسكريه، يعني تقنيه صواريخ وطائرات وقطع غيار لهذه اللحظه. فتتخيل يعني مثلا ماذا يكون موقف الاردن او مصر عندما ياتي السيد بلينكن ليقول لهم افعلوا كذا وكذا؟ سيدهم. اكيد سيدهم هذا يرسم خارطة الطريق للتعاطي مع لذلك مجيء بلينكن الى المنطقه طبعا راح يروح اول مره الفلسطين المحتله يلتقي بنتنياهو، ومن ثم يذهب الى الاردن او مصر هو ضمن أو جدول الزياره. نعم، فعمليه تحشيد راي عام في منطقه الشرق الاوسط من اجل دعم المبادرات الامريكيه وتعزيز لهذه المجازر وحالة الحرب المستمره بحق الشعب الفلسطيني. يعني متناسين هذه المجالس استاذ عباس، يعني حقيقه هنالك يعني عدم مبالاه بموضوع المجازر الفلسطينيه بحق الشعب الفلسطيني، لكن اكو مساله مهمه جدا قبل ما يعني اي نعم تاخذ براحتك. اكو مساله، يعني القرار اليوم في منطقه الشرق الاوسط ليس بيد اسرائيل وامريكا فقط، هنالك اليوم محور صاعد بقوه هو جزء من اي قرار قادم. اذا كان القرار الامريكي والصهيوني لا يتناغم مع ما يريده المحور المقاوم سواء كان في فلسطين، في صنعاء، في العراق، في جنوب لبنان، في طهران، فان القرار هذا سوف لن يمضي الا ببصمه المقاوم ومحور المقاوم. بالتالي حتى قرار المفاوضات ممكن يكون القرار الأقوى عند الجانب المقاوم أقوى من الجانب الأمريكي باعتبار الجانب الأمريكي والكيان الصهيوني هو داخل بحرب متورط حاليا ما حقق أي أهداف من عدها. أنا أشكرك الأستاذ قاسم العبودي الباحث والمحلل السياسي، كذلك أشكرك الأستاذ إبراهيم السراج الكاتب والصحفي، والشكر موصول أيضا للدكتور أمجد شهاب الناشط والسياسي انضمنا عبر سكايب من القدس. الرحمة والغفران لكل شهداء مجزرة النصيرات ولكل الشهداء الفلسطينيين، أكثر من 36 ألف شهيد فلسطيني خلال معركة طوفان الأقصى وخلال الحرب المدمرة اللي شنها الكيان الصهيوني وأمريكا وكل داعمي بحق أبناء الشعب الفلسطيني وبحق أصحاب الأرض الأصليين لمحاولة تهجير هذه الملايين من الناس ومحاولة سلب حقهم بالحياة من خلال استهداف كل مقومات الحياة، المستشفيات، المدارس، الكهرباء، الماء، كل الاحتياجات الأساسية. النصر إن شاء الله والتوفيق لكل أخواننا الفلسطينيين ولكل المحور المقاوم ولكل البلدان الشجاعة المدافعة عن قضية الإسلام الأولى وقضية الحق والإنسانية القضية الفلسطينية. نلتقيكم إن شاء الله في تغطيات أخرى، في أمان الله.